ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الستات بتلعبها صح. ولسه مكملين معاكم موضوع ان الستات في السواقة جامدة جدا، ودلوقتي معانا ضيفة هي اللي هترد بنفسها على اي كلام بيتقال عن سواقتنا. هي واحدة من امهر سائقات الراليات في العالم العربي، واخدة بطولات محلية وعالمية، وبتسوق احسن من رجالة كتير جدا. فتعالوا نشوف مين معانا ونرجع تاني. خلونا نرحب بضيفتنا بطلة سباقات الراليات سلمى سليم. سلمى برحب بيكي. ازيك عاملة ايه؟ انا بس عايزه اقول لك انت زي القمر ما شاء الله وبوتيت كده، يعني انت ما تقوليش دي يطلع منها كل ده. سلمى في الاول عايزه تقولي لنا عامه السواقه، هل انت شايفه ان في فرق بين سواقه الستات وسواقه الرجاله؟ اه طبعا في فرق رهيب. يعني الراجل يعني بالتبعيه ان هو شايف ان هو بيسوق كويس وان هو قلبه شويه قوي وكده، بس لا، في ستات برضو بتعرف تسوق كويس وبنخش سباقات، ومش بالشرط بس رالي، في كارتينج وفي سبيد وفي دريفت. يعني لا، خلينا نقول في السواقه العاديه بتاعت الحياه اليوميه بعيدا عن السباقات، هل انت وانت سايقه لطريقك لشغلك لايا كان بتشوفي وانت في الطريق ان الستات في فرق بين سواقتها هي والرجاله؟ لا خالص، احنا الاثنين بنسوق زي بعض، احنا بس واخدين سمعه. احنا ما نعرفش نسوق كويس، صح. احنا واخدين سمعه، وهي قواعد زي ما قلنا بنمشي عليها بالتبعيه، يعني ان هي الرجاله بتسوق احسن مننا بالظبط كده. طب انا عايزه اقول لك حاجه، نافستي حد قبل كده على الطريق او شدتي محطة طلعتي مهارات كتير كتير؟ لا لا لا، على الاسفلت بس الكلام ده غلط. ايوه طبعا. ما بنعملش الكلام ده على الاسفلت. لا كتير طبعا، بجري وبسقط نقلات وورز ونجري يعني مع بعض على الطريق. لو سمحتي، يعني ايه اللي يخليكي تعملي كده على الطريق؟ انا بسوق بسرعه عامه على الاسفلت. اوكي. اي مشواري حتى بروح بدري قوي عن المشوار الميعاد بتاعي، فبجري وغرز هنا فاضيه يمين شمال بجري، فبلاقي عربيه مثلا بتجري معايا، اتفضل اجري يعني نلعب مع بعض على الطريق، بس خلاص انا وصلت مشواري بقى، انت روح مشوارك. خلاص. خلينا بقى نروح لبدايه علاقتك بالسواقه تحديدا، يعني من امتى بداتي تسوقي، وبعد كده ايه اللي ودانا للراليات؟ السواقه خالص العاديه؟ العاديه عادي ده، وانا كنت صغيره كان عندي 16 سنه 15 سنه، كنت بسرق العربيه من بابا عادي. لسه بنقول الولاد اللي بيعملوا كده. ايوه عارفك ايه يا سنة. كلنا سرقنا عربيات اهالينا. كنت بروح النادي كده بالليل، ارجع مشوار كده من اول الشارع لحد ما اتجرأت شويه شويه، بعدين طلعت رخصتي وسقت وبقيت بروح الجامعه بالعربيه وبعد الشغل، وبقيت خلاص يعني العربيه اساسي في حياتي، ما ينفعش ان انا ما يبقاش معايا عربيتي. بعدين بقى اتجهت للسباقات عادي، الكارتينج العادي خالص. كنت بطلع سباقات ما بين القاهره وشرم الشيخ، علشان دي كان في الاخر بطوله في البرازيل نطلع نسابق فيها اس دبليو اس. بعدين اتجهت للسبيد تيست في مصر، دخلت كذا بطوله فيها. بعدين اتجهت للراليات صحراء بقى، سواقات الصحراء. بقى انا عايزاكي تشرحي للناس، يمكن كل الناس مش عارفين الفرق بين الكارتينج والسبيد والراليات، قولي لهم الفرق بين الثلاث سباقات. وفي دريفت كمان. والدريفتنج يعني الكارتينج ده بيبقى تراك مرسوم عادي على الارض بشكل معين، والكارت دي عربيه صغيره قوي تبقى وان سيت. اوكي. دي انت بتخشي السباق، ممكن بيبقى علشان الاوزان، في حد ممكن يبقى مليان شويه وحد يبقى رفيع، فبيبقى نسبه الفوز للارفع اكتر علشان الوزن على الكارت بيبقى خفيف. يعني انا بيحطوا لي بار حديد علشان وزني يبقى تقيل. انا 48 كيلو لحد دلوقتي. 48 كيلو ما شاء الله. 48 كيلو ما شاء الله، ده نص وزني. لا تقوليش كده يا ابني، حبيبتي عشان انا طويله. لا انا طولي 155، فاللي هو ده فيت قوي يعني على مقاسي. فطبعا ده بيبقى بالنسبه للعربيات الثانيه او الاحجام الناس الثانيين، انا بس اسرع منهم. مش معقوله، مش معقوله كل يوم هنطلع بنضحك على دي الكارتينج. السبيد بتبقى عربيه عاديه خالص اي ماركه، بس بيبقى ليها توضيبه بشكل بسيط. اوكي. الدريفت برضو، بس الدريفت بيبقى تعديل بقى عشان بيلفوا بشكل معين، بيفتح حاجه كده معينه، وده بس ده اسفلت وده اسفلت، يعني ثلاثه اسفلت، سبيد كارت والدريفت. الرالي بقى احنا ده تراك مفتوح صحراء وماشيين بعربيات 4x4 بس، ما ينفعش عربيات سيدان. اوكي. طبعا تعديلات ثانيه كتير، السوسات سسبنشن نوع كاوتش، اختلافات. هما الاربعه كويسين، بس الرالي تحسي توضيبه ازيد بكتير.
ان انت بتسوقي جوه ب 400 كيلو ب 500 كيلو في الصحراء، يعني بتسوقي سواقه طويله واغلى كمان يعني محتاج ماديا اغلى بكتير. الاشتراك هنا غير هنا غير هنا غير هنا. احنا بنسافر يعني بنروح الجونه، مرسى علم، الواحات، الفيوم، واللوجيستكس بتاعتنا كتيره. احنا بنقعد بالثلاث ايام في الصحراء، لكن الدريفت هو يوم او نص يوم مثلا بالنسبه له، او الكارت او السبيد. طب اتعلمتي الكلام ده في وقت كتير؟ الموضوع صعب برضه مش سهل يعني. خدتي قد ايه عشان تبقي متمكنه بقى؟ انا دخلت اصلا صحراء خالص من 2011. حلو. بقى لنا 12 سنه مثلا. كنت بروح كامب عادي خالص، بشوف اي حاجه على السوشيال ميديا، ايه ده نطلع نشوي بالخيمه بتاعتنا، دنيا بسيطه خالص. بعدين عرفت ان في سباقات. اوكي. كان لحد سباق رالي الفراعنه في 2015، بطلوا يعملوها تاني. بعدين بقى السباقات اللوكل في مصر العاديه خالص. حلو. دي دخلت فيها بقالي 4 سنين، عملت الفريق بتاعي ومعايا طبعا ممبرز كتار قوي، اعضاء الفريق. انا السواق البايلوت، ومعايا كوبايلوت لازم يبقى ملاح، عشان بقول لك احنا بنخش ب 400 كيلو و300 يعني كيلو. يعني ايه ملاح؟ ملاح ده اللي بيديني نافيجيشن اسوق ازاي من الصحراء. في الصحراء واحنا خلاص احنا في السباق. السباق بتاعي مش ستارت وفينش بس، انا بجمع نقط. النقط دي هعرفها منين؟ يبقى معانا رود بوك والجي بي اس والتيرا تريب، دي بتبقى اجهزه جوه العربيه بتاعتنا. ايه الموضوع ممتع، موضوع كبير. احنا مش داخلين لو ما خدتنيش معايا لسه. أنا يلا بينا. طب انا عايزه اسالك، اي حد يقدر يعمل ده لو ركز وتعلم يعني؟ اي حد يعني، اي حد يعني. ما تمام. احنا مثلا قولي اولموست 35 40 فريق في مصر. احنا 3 بنات اللي بنمارس معاهم، بنلعب معاهم. 3 بنات بس؟ 3 بنات في مصر. نرجع تاني بس للفريق علشان انا عايزه افهمه لكم اكتر. بيبقى معانا اسيستنت كتير طبعا، انا مش بطلع بعربيتي انا بس، الفور باي فور. بيبقى معايا 3 عربيات تانيين عشان لو حصل حاجه مثلا، بيساعدوني. وطبعا بيبقى معايا طقم ميديا، ان احنا مش بطلع 3 ايام دول كده بس، لازم معايا بيصوروني. وطبعا المينتننس بتاعت العربيه بتاعتي، قطع غيار كامله للعربيه، ان انا لو في الجونه اقرب حته غردقه طبعا، فمش هيروحوا يشتروا لي حاجه من الغردقه وييجوا، بيطلعوا معايا بكل قطع الغيار. ده احنا كنا في الرالي الاخير في الجونه، والموضوع كبير يعني. الموضوع بصي في الشاشه دي، هي دي. انا مطربه وعرقانين وحرانين، بس هنا شكلي نضيف شويه. قمر. حلو قوي. وطبعا بنبقى لابسين هلمت، وبنبقى لابسين سوت مضاده للحريق والميه والعرق وكل حاجه ودرجه الحراره. والعربيه من جوه بتبقى فيها رول كيج، ده حديد داير ما يدور للعربيه، عشان هو ده الاحمر. أوكي. اللي جوه العربيه. وده طبعا الكرسي بتاعي لازم بيبقى مثبوت في شاسي العربيه. ما ينفعش اللي هو بيرجع كده زي الكرسي العادي، او بيتقرب من تحت، لازم بيبقى مربوط. وظهري بيبقى 90 درجه علشان لو اي مطبات حصلت او اي حاجه، لو اتقلبنا لو ولعنا. وبتبقى في العربيه عندي فيه 4 طفايات حريق. ورول كيج ده عشان لو اتقلبنا السقف ما يجيش على راسي او على كتفي رجلي. وبيبقى ورا معايا تانك بنزين اكسترا. اتقلبنا او ولعنا؟ انا عايزه اعرف انت اتقلبتي يعني او ولعتي بعد الشر؟ اتقلبت مره. معقوله بتقوليها كده بالهدوء ده في الصحراء؟ في الصحراء. كان عندي كمان تدريبه سباق، كان عندي سباق مثلا يوم الاربعاء، وكنت لاست تدريب ليا كان يوم الثلاث. طالعه الديونه عادي، فما خدتهاش مظبوط، ده غلط مني انا، كانت المفروض سرعه معينه. ديونه اللي هي الكثبان الرمليه الرفيعه دي الخفيفه. فطالعه ما خدتهاش مظبوط، فتقلبتها كلها لحد تحت 4 قلبات ونص، بس طلعنا زي الفل يعني، ولا خربوشه ولا اي حاجه. انا عايزه اعرف هي يعني تقريبا السرعه كده اللي انت بتسوقي بيها بتبقى ايه؟ مثلا على حسب التراك الارض اللي تحتك، في حاجات بسوق على 10 على 20 على حسب. لا 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 الطوب والزلط، علشان ممكن يقطع كاوتشه، فانا لو كاوتشه اتقطعت انا بضيع فوق الربع ساعه بغير انا والكوبايلوت الكاوتشه بتاعتي. في حتت بنسوق بال 120 وب 130 140 عادي، بنفتح على حسب الرمله اللي تحتي. اوكي. انا ممكن ارجع اجري افرقع كاوتشه، او كاوتشه تملص مني. يعني ايه تملص؟ يعني تفك بره الجنط. بس ايه 10 دي؟ ما جمل كلها يعني بالظبط، جمل كلها لو اي راجل. انا قاعده مع الميكانيكيه طول النهار يا جماعه. انا نفسي اشوف عربيه اصلا من اللي انت بتركبيهم دول، لازم في مره تقولي لنا انا وهند نيجي معاكي على طول. واحنا كمان فرصه، احنا في الشتاء ده السيزون بتاعنا اصلا. انا اصلا بحب الصحراء قوي الحقيقه يعني. عايزه اقول لك الناس زي كنت بقول لاميره، الناس كلها بتسافر دبي عشان تعمل شوبينج وتتفسح، انا بروح دبي عشان اروح الصحراء اقعد في الصحراء. ما احنا عندنا صحراء قد كده، صحراء شرقيه وغربيه. ايوه عادي معانا، هتاخدينا معاكي. طيب الأسرة دي عربيتي. جراند شوت خطيره اصلا.
ما شاء الله. دي ده الخرم ده اللي احنا بنتنفس منه. يعني ده مش ازاز، ده فايبر كلاس، علشان برضو لو اتقلبت ما يجيش على وشي. الباب اللي ورا ما فيهوش ازاز، ده صب. كده. حلو قوي. طب دعم الاسره بقى ليكي يعني في الرياضه، وانا عارفه ان انتي ام كمان. ده ليه ده قاعده معانا في الاستوديو بقى، بتعمل ايه معاكي؟ اهلي طبعا كانوا في الاول خايفين عليا قوي بزياده، وبحاول ان انا ما اقولهمش على الحاجات دي كلها. انتي رايحه فين؟ عند الميكانيكي. جايه منين؟ رايحه سباق. كده بس مش اكتر. وبيفرحوا طبعا لما برجع بميداليه او بكاس. لكن لا طبعا بيخافوا عليا جدا، وياما في الاول طب يا سلمى خلاص كفايه. طب حاجه مؤقته ولعبتي شويه وبلاش. لا بس الحمد لله لما لقوني ان انا بعمل اتشيفمنتس وجايه سليمه وما فيهاش حاجه خلاص. سلمى وقت الحمل والولاده وتشيز بتبقى بتاخد من كل امهات سنه سنتين، كنت بقى بتعملي ايه في الوقت ده؟ لا ما كنت، كان على الهادي يعني، كنت بطلع صحرا كده. كنت بتطلعي؟ صحرا عادي كامبنج كده عادي. دليدا اول مره تخش صحرا كانت عندها 3 شهور. لا دليدا بتطلع معايا كل حته، السباقات والصحرا وتدريب وكل حاجه. وبتحب الموضوع ده جدا، وانا مطلعها شويه مختلف عن بيت صحابها. يعني صحابها بيروحوا النادي، مش عارفه ايه، لا احنا رايحين سحر. هما بقى بيجوا يقولوا احنا عايزين نطلع معاك يا طنط والنبي. طيب ايه البطولات اللي عملتيها وخدتيها، وايه كان اصعبهم؟ كانت احنا لسه راجعين من رالي الجونه، وطلعت رالي الفيوم، وطلعت رالي في الامارات في ام القوين، والحمد لله يعني عاملين اتشيفمنتس كتيره كويسه، وفي العالمين، وطالعين اللي جاي ان شاء الله في الشهر اللي جاي في العاصمه الاداريه. وشهر 3 عندنا برضو في الواحات البحريه، وشهر 9 عندنا في الجونه. وشهر 12 برضو تقريبا الجونه. لا شهر 9 عندنا في بيراميدز في الاهرامات. في الاهرامات دي ممكن ابقى اجي بقى عشان قريب. والعاصمه الاداريه برضه قريب. اوكي. العاصمه الاداريه قريبه من بيتي قوي، انا بيتي اصلا جنب العاصمه الاداريه. طيب سلمى عايزه اتكلم عن شق تاني وهو حياتك. هل انت سائقه راليات فقط، ولا عندك شق اخر شغل او هكذا؟ انا بشتغل حاليا عضو مجلس اداره في شركه تداول اوراق ماليه. ما شاء الله. معقوله يعني؟ كان بقالي 12 سنه كنت كومبلاينس برضه في تداول اوراق ماليه، كنت مراقب جوه. بس دي حاجة ودي حاجة، بس طبعاً. الحمد لله بحاول أوفق يعني ما بين شغلي وما بين الرياضة اللي أنا بلعبها وبنتي طبعا. اللي بيحب حاجة بيعمل لها بيلاقي لها وقت. بالظبط. أنا معاكي للأسف يعني فقرتنا خلصت. بنشكرك جدا جدا يا سلمى. أنا مبسوطة قوي إن أنا كنت معاكي، وإن شاء الله هتحققي بطولات كتير قوي 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 وتبقي معانا ونفرح بيكي كده إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. نورتينا. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا.